طبعا مثل ما عودتكم على فيديوهات كلش حلوة ومشوقة، فاليوم الفيديو مالتنا كلش حلو ومشوق، فخليكم ويانا. هاي هنايا بديت وياكم فقرة الشاي طريقة الصبح، او مثل ما تشوفون شايكم اشربوه قبل لا يبرد. ايه طبعا سويت هنايا كبة البرغل، كوبا هنايا الزرعات ملاتي. طبعا هنايا خليت يعني شو اسمه البرغل وكركم وياه، خليت فلفل حار وملح، وخليت لها مي وتركتها. بعد همتين خليت لها مي. هنا انا يعني همتين فارمتين دني من الصبح، ومخليتهن البصل وكرفس واللحم وبتيته. طبعا احب البتيته ان اخليها ويا كبه البرغل او باقله اذا كان يعني بنفس بالموسم، همتين احبها كلش تكون طيبه. هنايا عجنت وياكم شلون طلعت هسه العجينه، شوفوها شلون تخبل عبالك شو اسمه عجينه مالت يعني طحين عادي. هاي وبديت اعجن بيها لان صارت كلش ناعمه. طبعا كلش احب ان الكبه اي كبه نعجن بيها. هنايا خليت الكرفس اخر شيء، تريدون تخلونه هو على النار او حتى من تطلعون هاي الشغلات كلها تخلونها الكرفس المالته. هاي انا سويت بس وحده طبعا طولاني والله لان انا احب هاي من هاي سويتها لي طبعا لان احب يعني شلون اقصها مدوره ضوج منتها الصراحه، بس هم يحبوها على شكل دائريه او على شكل يعني هيك طوبه وتكون احسن هماتين حتى انا بسرعه تكون خفيفه كلش الطق بسرعه بالخاشوقه. هاي طبعا جوي هم هاي فجابوا وياهم فواكه، جايبين هذا شو اسمه لالينج كلش صغير، قلت شنو هذا كان قد ذوقي والله شو عبايك شلون العسل، بس انا احب هذا الكبار اللي شويه تكون بيه حموضه. طبعا هاي اجى مصطفى، مصطفى ما ياكل الكبه لكن ياكل الحشوه مالتها، فسوى له لفات اثنين واكل، بس من اخليها بالكبه نادرا ما ياكلها، يمكن بالسنه هيك ياكل مره، لان انا شويه الصراحه كلش نحسين حتى انا رسل ما اكلت هماتي. انا البارحه من سويتها ما اكل بس رسل مصطفى ما اكله، رسل اكلت من هاي الحشوه هماتي، وتقول الريحه ترست البيت فاضطرت انه تاكل منعتها الصراحه. طبعا اني ما احب البهارات، اكو بهارات هي مالت الكبه مالت البرغل وتطلع كلش طيبه، فاد احنا انا احب اني اخلي لها بهارات، اخلي الفلفل الاسود والكركم والله تطلع الريحه مالتها تملي البيت مليء. هنايا بديت الفين بيها الصراحه انا متونسه ما انقطعت لكم اياه اللف مالتها، لان الصراحه كلش يعني يعني شلون يعني الواحد يعني شلون يعني مسلي او كذا من واحد يلف، لان دائما من اتابع عن فيديوهات اتابع هيك فيديوهات، فح ما اعرف اذا كان يعني توهم نفسيتي هيجي يعني تحبون واحد يلف شغله او كذا ويطول بيها دائما على مو شنو والله خلي راسه وي والله يوميه بالليل، خاصه الشغلات هاي مالت يجيبون دول الهنود الشغلات ذني القماش القديم ويسوون هاي جودليات ويسوون فراشات ويخطوها. دائما اتابع او الطبخ الهندي كلش طيب الصراحه وكله بهارات وكذا دائما وشغلات يعني عجيبه غريبه. فهاي قبل لا انام بالليل والفيديو مالات كلهم مالاتهم كلش يعني طويله فاحب اتابعها. هاي قبل لا انام اخلي الموبايل هيك وبعدين القى نفسي نايمه والقى الموبايل اصلا طافي من كيفه. هاي هنايا تقريبا خلصت بعد ما سالفت وياكم، خلصت اللف مالتها وطلعت مو كبه. بعدين شو اسوي لها اني احمي مي، اساني حاميه مي، المي يقلب وبعدين اخلي بيه الكبايات على مو شنو افرزها حتى شنو ما تلتصق ويا بعضها. هاي باع المسواق اللي جابه هاي صمونها ماتي جابه كل تماكلي الصراحه وهذا هماتي اللي جايبين الليمون حامض. طبعا ذني كليتهم صارت سبعة. شوف هذا الرمان المصري خبل، هذا البرتقال كلش طيب ما اعرف بيش مطعمينه يصير مقرمش. هاي هناي جينا لهاي الحلويات، طبعا هاي هاي الاجباس تشوفوا طويله هاي باثنين ونص، النوتيلا ثلاثة ونص. طبعا هذا كيك البنفسج يجنن، هاي الاجباس على 500 وعلى 1000. هذه الحاجات كليتها
جايبها مصطفوية من راحوا لبغداد الجديدة هو وأبوه ب25,000. هاي بس الحلويات ب25,000، وجايبين وياهم هماتين كرتونة شو اسمه دالي وكرتونة مالت بيبسي. هذه هنا شفتوا هذا هماتين هوس عندي بس السنك يعني مو البيت كله. هاي هنا يعني محضرة المي حامي دي يقلب، هسه خلي بيه الكوبة انا مو شيء لا تلتزق من اضمنها. طبعا انا هسه لقيت هي ملتزقة، فحتى انا شنو ما تلتزق، ولا انا هم اقدر مثلا شلون تاخذيها تجمديها هيك شوية تخليها بالفريز خمس اقل دقيقتين ثلاثة، وهم عادي يعني بعد ما تخرب دات ما تريدين تخليها بالمي. فداني لا هاي الطريقة متعلمتها انه اخليها بالمي وبعدين اخليها بالكياسة. هسه هنا انا هماتين مسوية هذا الجدر للمرقة، خليت هماتين بس بهارات ونومي وطماطة، وخليت هماتين بيلكو بس سويتها مرقة بيضة ما سويتها مرقة حمراء. هاي هنا فرزت، طبعا هاي الكياسة شقد مهمة على 1000، وهذا عشان سهمكم العافية اللفة مالت الكياسة ب1000 مدري ب1500 وكلش مفيدة. هنا بعد طلعنا للمشاتل، فخليكم ويا تحشيش ام عباس وشلون منتبه على البنجلاديش. ماكو هيجي مو طبيعي يعني، ما راح احكي بعد. اي هذا نبك بابا تعشو بابا، هذا نبك هاي كله نبك. ايش هذه؟ هاي كله نبك يا حشيش يا حبيبي. هاي كانت 3 سنة امور يزقي معي روشة عامل هاتي من اول مرة عليف، هسه هاي 2000 كيلو كله غالي. هسه ريد واحد؟ اه هو غالي. قلت لي هو غالي شو اسمه؟ انا جيب انا جماعتي 5 6 من هناك من ال تدريش المرة الولد اللي اخذتنا عليه وينه؟ لا مو هذا ما انا ماستر ماستر انا ماستر. وهذا بايش؟ شنو؟ هاي؟ هاي 5. لا عندي بس واحدة. وين؟ هذه دنفوشة؟ ايه دنفوشة. هاي تصير بالباب؟ ايه. أنا طلعت برا. لا، ايه دبيتها دبيتها. هاي كل سنة 3 مرات كل. ها؟ سنة 3 مرات. بالسنة 3 مرات. تمر. تثمر؟ ايه. ايه؟ سنة 3 مرات كلها اكل على طول. بس مين وكل؟ لانه ما تاكل اكل. انا اكل شنو ما اكل؟ ثاني اكل. اكل زين طيب. اي والله. اكل انت. مالي انا بالحكي. هسه بيش تحسب لي اياها؟ نهايتها 5. شنو هي؟ قفل. قفل. قفلت. لا. ما عندكم مفتاحها؟ هاي قفل. بس قفل. خسرنا هذا كله رخيص. انا هاي كله صار مع الكفول. انا مو هاي 10 مو كم استاذ، انا قلت لي هاي دي هاي دي بس اهد كلام خلاص. ليش؟ علمت من قناديش حتى زوج واحد شو؟ علمت من قناديش أو زوج واحد احكي وياه من قناديش اقول له بابا قوم نظف المائين، بابا قوم امسح البيت، بابا قوم شوف الجهاز، بابا قوم اسقي الزرع، بابا وديني للصالة نسوي ذاكرة. انت مال انا، انت ما تخون، انا اخون. انت خلي لايك بابا. طبعا موتتني ام عبيس من الضحك والله العظيم، كانت شلون منتبهه والله متت والله. ما يعني انا هسه قاعده اصور وخرمانه عليها من الضحك. طبعا هنا الجو كان كلش بارد، والمشات الابد ما راح لها بالشتاء، وكان شوي يعني الدنيا الليل يعني بدات تليل يعني هي ويا الليل. هنا ظليت اني حايره وحفرت لكم الحديقه حفر كامل على مود تجيب هاي حطها هنا، هاي ترهم هنا والله. لو تشوفون كان ضحكتوا على حاله. هاي شوفون احفر هنا واجيب هنا. المهم حفرت الحديقه كلها وبعدين طلعت بنتيجه الحمد لله والشكر خيره، يعني نقول يعني نتيجه زينه. هنا خلاص الفيديو مالتنا، احبكم كل شويه، ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو، احبكم كل شويه مع مليون مليون الف